بعد حتى مشكله مع الشعب لا 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 اخويا ان شاء الله يتخالف يا المشكله هو انهم في امور اخرى لكن قلنا المغرب ساعه في خطه الجزائر ليس عيب بتعيين مدرب محلي ومدرب يعرف العقليه اللاعب نحن لما نتكلم إن نخطئ في لغتنا هذا جميل. ليس عيب لا مشكلة في ذلك يجب أن يغيروا فقط سياستهم تجاه كثير من الأمور رياضيا نحن نشجع المنتخب المغربي خوتنا الأعزاء السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد كنتمنى باش تكونوا بخير شكرا لكم على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في هذه القناة المتواضعة خوتي الأعزاء اليوم كاين الماتش إن شاء الله ديال المنتخب المغربي وكندا كنتمنى إن شاء الله الفوز للمنتخب المغربي باش نزيدوا نفرحوا وتكمل الفرحة ديالنا ويفرح الشعب المغربي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا الإعلام الجزائري واحد الصحفي الجزائري كيبكي مسكين بقى فيه الحال قال لك سيدي المغاربة نضوا المرة اللي فاتت هذه واحد 3 أيام ولا 4 أيام منين قال هو بأن المغاربة قلدونا في الماضي وجابوا الركراكي قال لك زعما ما كانش عليهم يديروا داك الخرجه هكاك ويهضروا علينا بداك الطريقه هذيك وانا ما قلت حتى شي حاجه ديال العيب والمغاربه خوتنا ودابا راه حنا غادي نشجعوا المغاربه مقدم البرنامج قال له زعما ما خاصش يبقاو يدخلوا المغاربه السياسه في الرياضه المهم خوتي العزاز هنا باش كتعرف الانسان بانه شي شويه مريض ما كتفهمهمش دائما هما كيحاولوا هما اللي كيدخلوا السياسه مع الرياضه وانا بغيت غير نقول لهذا مقدم البرنامج اصلا هذه كلمه السياسه ما خاصهاش تذكر انت عندك اصلا في هذا البرنامج لانه برنامج رياضي خوتي الاعزاء كنتمنى باش تفعلوا مع هذا الفيديو بشكل كبير الناس اللي مازال ما شاركتش معنا مرحبا بكم خوتي الاعزاء شاركوا وفعلوا الجرس يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهائي كرواتيا على الرغم من الهزيمه في المواجهتين منتخب ما عنده ما يخسر امام منتخب بهدف يمكن أن يتعادل أو حتى ينهزم قادر يتأهل لأنه حتى خسارة بلجيكا أمام كرواتيا يمكن أن تؤهل منتخب المغرب ولكن لا تفكر في خسارة بلجيكا فكر في 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 فوز بلجيكا وتكون عنده كرواتيا يكون عنده زايد 2 والمنتخب المغربي راح يكون زايد 1 أو ناقص لا أعلم كم يكون اليوم أنا إن شاء الله لو لا على بالي بتاع النقاط على فريق الأهداف لأنه لو تخسر المغرب المباراة هذه راح تبقى بربع نقاط وكرواتيا لو تخسر بهدف فقط أمام بلجيكا هي اللي راح تكون في المرتبة الثانية وبلجيكا في المرتبة الأول بفارق الأهداف هذا رأيته قبل أن ندخل لكن فيه مشكلة كبيرة جدا أخي حكيم ملم كثيرا نعم ملم مؤمن كيف يعني؟ ملم يعني تطالع بشكل أكبر احنا لازم نطلعوا كيف رايح برك لكل واحد كيفاش يشوف أثق فيك طبعا شكرا حكيم بارك الله فيك نظن أن المنتخب المغربي عنده فرصة كبيرة ما هي كل فرصته وكل أوراق في يده المباراة التأهل في يده وضعية مريحة الركراكي يفكر الركراكي اليوم يتحدث مع اللعيبة على ديكم نقطة يقول لهم اليوم نلعب بدون أداء أريد التأهل لأن الكثير والعديد من المرات الركراكي يتلاسن مع الصحفيين في المغرب كما كان في الوداد يتحدثون على الاداء حتى صرعوه بالاداء وليد الركراكي انتيليجون طريز انتيليجون ما تدخلش في اللعب تاع الصحافه وعرف كيفاش يلا اعطيني وليد الركراكي مادام يتحدث على وليد الركراكي اللي يقول على انه سيدخل هذه المواجهه مواجهه كندا بنيه الفوز لانه رغم انه التعادل يكفيه ولكن لانه قال لك حتى لا تجنب وقوع الفخ في الحسابات ويعطيني تصريح هذا بالنسبه لوليد الركراكي ثم نتحدث عن الاصابات تفضل لا احنا غنديروا لو ميم بلان اللي كنديروا ديما كندخلوا ديما باش نربحوا وغنديروا غلط كبير ولا دخلنا باش ما نخسروش هما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار ديالهم بالنسبه لي سي اون دي ميور زيكيب بوكو دانتنسيتي بوكو دو جون جوور حنا اللي كيامنا مور هذا الماتش هي نكونوا في الدور الثاني C'est ce qui est important. Mais il court beaucoup, beaucoup d'intensité. Une équipe qui est libérée. Mahas Rawalo, encore plus maintenant. À nous d'être très intelligents. Je vais gérer le match. Je vais nous faire 12 ans. Je vais nous faire un bad. Ou la vina kan fkro bzef. Le résultat, on va faire une grosse erreur. Mais on a les kuna brena hna. Ou être kuna kul shifi dina. Dik les calculs d'yel. Khsna rpho. Min ban sna ou yachrin ou la khsro. Ou la daba. Manash fin tabou. عندنا الرباح والتعادل ديالنا احسن رد بالنسبه تفضل زين انا الركراكي لا احسن رد بالنسبه للركراكي احسن ما قال لماذا لانه يعلم جيدا لما تلعب
لتفادي الهزيمه اكيد راح تنهزم. زين تفضل. مواجهه مهمه جدا بالنسبه للمنتخب المغربي سيدخل التاريخ. نعم خاصه بلجيكا كرواتيا ستكون مباراه مهمه، لان بلجيكا اليوم يعني خسرت المباراه الثانيه وتعادلت في المباراه الاولى، وما تنساش كرواتيا حكيم يعني كي فيس شامبيون دي موند، ستكون مباراه قويه جدا. واليوم يعني هذه المجموعه واحد ما كان ينتظر هذا السيناريو، يعني سيناريو غير منتظر في مجموعه اين الكثير بالك يزون ميزي على منتخبات، واليوم خرجت يعني خرج حساب اخر. الرهان الاخير لمنتخب بلجيكا وكرواتيا، رغم انك كنت اتحدث عن المنتخب المغربي، معليش رحت للمواجهه الثانيه. نعم الفرصه الاخيره بالنسبه لكرواتيا وبلجيكا، لا لانه بلجيكا تعادل خلاص. إيه كرواتيا تعادل وحتى الخساره قلت لك باقل عدد يعني بهدف مقابل صفر او اثنين عنده زائد ثلاثة، زائد ثلاثة بارك الله فيك اهميه تسجيل الاهداف. طبعا اسبانيا تفضل. اليوم في قريت بعض التصريحات للاعيبه المغاربه قبل المباراه. داري تقراهم؟ نقرا كل شيء، انا سيد نقرا لهم منتخب مغربي نشجعوه لانه منتخب جار قبل كل شيء، ولكن احنا نهضروا كرة قدم والناس برك تحب تأول وتدير سيناريوهات وفيديوهات للأسف تخرج من عندنا من هنا كالعادة يعطوا لهم. لا ما عندنا حتى مشكلة مع الشعب المغربي. لا 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 خويا إن شاء الله يتخالف فيها. المشكلة هو أنهم في أمور أخرى، احنا كي قلنا المغرب ساعة في خطة الجزائر ليس عيب بتعيين مدرب محلي ومدرب يعرف العقلية اللاعب. نحن لما نتكلم إن نخطئ في لغتنا هذا جميل. ليس عيب، لا مشكلة في ذلك، يجب أن يغيروا فقط سياستهم تجاه كثير من الأمور. رياضيا نحن نشجع المنتخب المغربي رياضيا. أنت لما تكلم على خيبة، أنا أعطي لي فريق عربي كان عنده هدف في هذا كأس العالم، هل رأيت أنت منتخب ولا يعني مدرب أن سيليكسيونر قال لك مثلا أنا رايح للمونديال بهدف يعني نروح حتى الربع النهائي حتى النصف النهائي، لان عندك البرنامج وتعرف التعداد وتعرف الفرق وتعرف تقريبا يعني الفرق اللي كاح تلاقى معاهم. حنا يعني كان العرب ولا الافريقيين يتكلموا الا الدور الثاني الدور الثاني والدور الثاني، ومن بعد واش كاين مور الدور يعني تولي تلعب مباراه. شوف عندك الفرق الكبيره عندها يعني نقدر نقول لك جل يعني كاين مفاجات، ولكن جل المدربين على بالهم قيمه التعداد، على بالهم يعني حتى لوين يقدروا يتمشوا بالمجموعه هذه. اولا ثانيا عندنا سكون ابل بالفرنسيه ليكسيتزال، ربحوا الارجنتين خلاص يوم مدفوع وهذه جورني شومي تسمى دوك يخسروا لازم واش يديروا رومبورسي ويخدموا بالجمعه لازم. لا لازم نحيو كما تكلمت على هذه الشعبويه، لازم كاين كثير من الاشياء لازم عمل، لازم هناك يعني باش تحط اهداف تسطرها ماشي غير تمشي للدور الثاني. انا تمنيت لو كان يعني المستوى تاع هاد الفرق يعني جيد لما لا يعني يمشيوا اكثر من ذلك الربع نصف النهائي. هنا نقول لك نعم هاد الفرق عندها مستوى، هاد الفرق يعني مثلتنا احسن تمثيل وشرفت يعني هاد البلدان، هذا هو التمثيل. ولكن انت باش تمشي باش اليوم نعطيك كنا نعطيك رقم، تونس ست مرات مشاو الى كؤوس العالم، اليوم اليوم الفوز الثالث في تاريخهم. باش تشوف عدلوا الجزائر والمغرب، عدلوا الجزائر والمغرب باش ربحوا لي المره الثالثه، يعني ولو مره مشاو الى الدور الثاني. ولذلك نقول لك يعني لازم تغيير، تغيير يعني جذري. اليوم العمل ماشي غير باش تمشي للمونديال، لان تمشي للمونديال احنا ولا لنا انجاز، لا انا ليا ماهوش انجاز باش كذا. زين حسين شو مع بلادهم، احنا 2000 مره على بلادنا. جميل اسبانيا اليابان، اسبانيا بتاريخ مثقل واليابان بطموح. إسبانيا في هذه المباراة تبحث على الأقل لتحقيق نتيجة إيجابية. عندي تصريحات فؤاد مع في الصور بالنسبة لإسبانيا هذه الحصة التدريبية لليابان. اليابان تريد الطموح، اليابان رغم أنه فاجأت في المواجهة الأخيرة ولكن تبحث عن التأهل. خوتي الاعزاء الفيديو ديال اليوم هذا كنتمنى باش يكون عجبكم، شكرا لكم وسمحوا لنا لكم نطولنا لكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما شاركش معنا مرحبا بكم خوتي الاعزاء، شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه. مازال ما درتيش لايك كنتمنى باش دير لايك باش يطلع هذا الفيديو يشوفوه بزاف ديال الناس. غادي نخليكم خوتي الاعزاء حتى الحلقه اخرى ان شاء الله، ديما مغرب والصحراء المغربيه. السلام عليكم.